حساب الرسمي للبطولة العربية أعلن عبر موقع تويتر تشكيل مثالي للجولة الثانية بدور المجموعات البطولة العربية، وجم 3 لعيبة من النادي الأهلي، حسام غالي ورامي ربيع وأحمد حمودي، لأدائهم المميز خلال مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي. وكان الحساب الرسمي للبطولة قد أعلن إحصائيات اللاعبين الأكثر مراوغة بالجولة الثانية، وجاء أحمد حمودي على رأس القائمة ب7 مراوغات، بينما جاء في المركز الثاني محمد حيدر لاعب فريق العهد اللبناني ب4 مراوغات، المركز الثاني ماجد النجران او ماجد النجران زي ما بيقال يعني باللغه الخليجيه لاعب الفتح السعودي ب3 مراوغات. والحساب الرسمي برضو اعلن تفوق رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي في التدخلات فيما نجح فيه 4 تدخلات، ده على حساب الموقع الرسمي للبطوله. وجاء ابراهيم الزواهره لاعب فريق الفيصلي الاردني في المرتبه الثانيه ب3 تدخلات، وحسين الزين لاعب فريق العهد اللبناني ده في المركز الثالث. اعتقد ان دخول 3 لعيبه في التشكيله الجوله المثاليه بتدي انطباع ان النادي الاهلي ادى لقاء كويس امام الوحده. تدي انطباع كويس، وكمان يعني لها جانب معنوي مميز، هم الـ3 نجوم والثلاثه مش غريب عليهم انهم يدخلوا في تشكيله الافضل، سواء حسام غالب خبرته، احمد حمودي حتى لو مشاركش في فترات كبيره في الموسم لكن لاعب الاهلي تعاقد معاه كصفقه من الصفقات المهمه جدا، ورامي ربيعه في وقت يعني من الاوقات كان من العناصر الاساسيه وكان عنصر دولي كمان مع منتخب مصر. لكن وجودهم اعتقد في كل يعني في التوقيت ده كل واحد فيهم كان محتاج دي، يعني رامي ربيعه بعد رحيل احمد حجازي اعتقد رامي من العناصر المهمه جدا في الدفاع، احمد حمودي عنصر مهم جدا في الجبهه اليمنى، ولما ندخل ونتكلم عن نصر حسين داي اعتقد ان حمودي من العناصر المهمه جدا في المباراه دي على وجه التحديد، وحسام غالي طبعا كقيمه كبيره جدا للنادي الاهلي وكقائد وليدر للنادي الاهلي في البطوله. فانا اعتقد ان المباراه الثانيه سواء مش بس على صعيد النتيجه حتى على الصعيد الفني وعلى صعيد بعض النقاط اللي هنتكلم عنها ان شاء الله فنيا، كانت مباراه مهمه جدا جدا ونقطه تحول للنادي الاهلي في البطوله، وفعلا وضعته من فريق سقط في المباراه الاولى بشكل مفاجئ قدام الفيصلي الى فريق استعاد هيبته بشكل قوي جدا، وكل الناس دلوقتي بتحط الاهلي في على الصف الاول في الترشيحات مع الترجي التونسي. طيب احمد ثابت، شايف دخول رامي ربيعه وحسام غالي واحمد حمودي الثلاثه اللي احنا حتى من الناس اللي ركزنا عليهم جدا في الفقره بتاعتنا في استاد الاهلي المره اللي فاتت، شايف دخولهم ازاي في التشكيله المثاليه؟ البدايه طبعا مع حسام غالي، بالنسبه لحسام غالي انا شايفه يعني مدير طبعاً فني ده يعني بدون قطع كلامك طبعا متعب دخل القائمه ومن الناس طبعاً المرشحه ان هم يلعبوا لقاء اليوم، وادي اجاييه وادي صالح جمعه نجوم النادي الاهلي، وباين بقى الترابط وباين المحبه وباين الود، يعني الناس بتكبر بعض المشاكل لكن الدنيا سهله جدا وباينه جدا في الصوره. كمل. ميزه النادي الاهلي دايما في حل المشاكل، اي مشكله دايما في النادي الاهلي دايما ما تاخدش مثلا مباراه بالكتير وتلاقي حل المشكله بمنتهى السهوله يعني. طبعا بالنسبه لحسام غالي انا شايف حسام غالي مدير فني فعلا في ارض الملعب، شخصيه حسام غالي يعني انا شايف شخصيه النادي الاهلي بتتمثل في شخصيه حسام غالي بالذات، حسام غالي قائد، حسام غالي كمان كان بيمثل عمليه الضغط العالي جامد. بص انت بتتكلم على حسام وهو طالع طلع لنا في الكاميرا. حسام غالي ليدر، لاعب كبير جدا يعني يعني مثلا بيطبق سياسه الضغط العالي جنب عمرو السوليه، غير كده ان احنا كنا مفتقدين كابتن حسام البدري في المباراه اللي فاتت مثلا، ولكن طبعا حسام غالي وجوده في ارضيه الملعب بالتاكيد هو مدير فني ليه دور قيادي مهم جدا. نيجي بقى لادائه في المباراه دي بالتحديد، ليه هو تم اختياره؟ حسام غالي يمكن اكتر لاعب عمل تمريرات في الجوله الثانيه في البطوله العربيه، عمل 85 تمريره طبعا، غير ان هو عمل الاسيست، ده دور مهم جدا لحسام غالي. يمكن لو عرضنا احصائيات حسام غالي وعمرو السوليه هيتاكد لك ان حسام غالي ليه يعتبر افضل لاعب وسط. حسام غالي عمل اسيست، قطع الكوره 11 مره، يمكن الناس كانت دايما تقول ان هو في الدور الدفاعي ما بيقومش عشان حوار السنه وكده، لا في المباراه دي فعلا هو قدم دور كبير جدا، قطع الكوره 11 مره، يمكن عمرو السوليه قطع الكوره في المباراه دي 10 مرات. عدد التمريرات الطوليه اللونج باص للامام بتاع حسام غالي 17 تمريره، رقم كبير جدا، لما لاعب بيلعب 17 تمرير طولي من نص الملعب دليل ان هو دايما بيبص لقدام، اللاعب اللي عنده الرؤيه، اللاعب اللي تمريراته كلها على الاطراف او للامام، لاعب مهم جدا حسام غالي. عمرو السوليه برده زيه عامل 8، برده عدد التمريرات الطوليه بتاع عمرو السوليه كبير، يعني لما يعمل 8 في لاعب مثلا خط وسط يلعب 2 أو 3 في المباراه الواحده، لا عمرو السوليه لعب 8 فده رقم مميز جدا. بنسبة دقة التمريرات بتاعته كانت 82%، لكن عمرو السوليه مثلا كان 50%. بالنسبة لصناعة الفرص لزملائه، حسام غالي صنع فرصة لكن عمرو السوليه صنع 3، ودي برضو ميزة تحسب لعمرو السوليه. يمكن